انا حباب قلبي، شلونك؟ بشي اخباركم؟ طبعا البارحة دق علي رقم غريب وعبالي انا بنية. صدق بس سكتت، كان يقول لي ليش ما تحكين؟ قلت جيت ملعبي. هسه انا نصب علي بصوت بنية، اسمع راح احاكي، وقلت له جيب لي رصيد يلا احكي وياك. ظل وياي، راح ادق عليه، ها قبل راح يتصل، بس مش لسه دق 10 مرات ما فتحت خط. دقيت عليه، بس ترى مش هو يدق. ظل وياي، هسه راح يدق علي، لان هسه لقيته متصل 10 مرات. الله شاهد، الولد لا اعرفه ولا يعرفني، هو دق علي بالغلط، ما اعرف يالف ارقام مدري ايش. المهم والله وياك حبيبي، إيه أين وياك؟ وني؟ ما بي شي، كل شي ما بي، أنا بس شوية مريضة وشريت جوا وأنت دقيت عليا. لا والنبي ما مغيره، بس أنا شوية خايفة منك، ويعني ما عندي هاي السؤال. شنو على مود شنو خايفة منك؟ يعني ما مسوي هاي السوالف قبل. وياك حبيبي، وياك عيني، وياك والنبي، وياك حياتي. ألو، وياك عيني، وياك قولي والنبي. ما بي أنا هسه دزلك رسالة على الفايبر، بس دزلي رصيد أحجي وياك وأدزلك صوري. لا والنبي، أنا أثق بيك بس يعني خايفة شوية منك. موظفة عندي معارف بالحكومة. إيه بس هذا الرصيد، يعني هذا الرصيد يعني بيناتنا الثقة يصير. صوتي بصراحة يعني. يعني شلون؟ يعني شلون؟ يعني شنو هذا الكلام مالتك؟ ترى عيب، ترى عيب هذا الكلام. اذا ما تريدني اوكي امسح رقمي. لا اني جاي احكي بس شوية، انا خايفة منك. شنو يعني؟ انا يمي يعني قريب علي، ايش على متخايفة مني؟ امور خطوة. يعني قرر اثق بيك. يلا انا سدزلك لك رسالة على الفايبر، ومن اثق بيك ادزلك صوري. لا انا ما اريد تجيب لي صور، تريد تشوفها الكاميرا. اذا صدق انت تقولين اثق بيك وهسه خايفة. اوكي يعني اوكي، افتح وياك الكاميرا، بس بالبداية ادزل رصيد ونفتح كاميرا. ماشي. إذا أنت ولد يابا والله أدز لك رصيد، بس احكي الحقيقة. ترى كلش ضجت وراح أسده والنبي، ترى كلش ضجت وراح أسده والنبي. يعني شوية خايفة وبالعين ملتهبة والنبي. مريضة وقلت لك نفتح كاميرا، وإذا ما تصدق يعني بعد شو أسوي لك أني؟ يلا أنا أروح لينضجت.
قلت لك نفتح كاميرا وافقت يعني بعيش اسوي لك. يا ابا شوف خليني اجيب لك سالفه. انا بالنسبه لي شاك بامرك، بس الرصيد راح ادزه لان دام بتوعد ادز الرصيد ادز، وخرب الرصيد وقندر على راس الرصيد. بس انت صارحيني قولي لي يابا، انا عاد صوتي هيجي، قولي لي انا ولد ومسوي رعبنا محتاج رصيد، هيجي قولي لي. والنبي والنبي يعني لا ولد ولا شي، بس انا قلت لك شوية خايفة وهذا رصيد بيناتنا يصير ثقة. انا ما جاي اسمع، ما جاي افتهم شيء، بس الخروشه بالتليفون بجسمه، يعني اصير عصبي قوه غير. أنا ايش يصير عصبي حياتي، ترى ما تسوى، هو يعني هو رصيد. يعني شنو تعرف واجهتني كل شيء، يلا باي براحتك. سديته بوجهي شي كبير لين واقف وجاي احكي كل مرة قاعد وماخذ راحتي. اذا تريدون اكمل وياه هذا الجزء الاول، اذا تريدون اكمل وياه حطوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة وخليه يصعد هذا الفيديو. اذا صعد هذا الفيديو راح اسوي لكم جزء ثاني وياه، اذا تريدون اكمل وياه. وبس راح ارتبها واحكي يعني بصيغة، ما مرتاح بوقفته وبلا عين ملتهبة، يعني ما جايب الصوت عدل. حتى هو هسه شك. اذا تريدون اكمل وياه لايك للفيديو واشتراك في القناة، وقناة الثانية اول تعليق راح احطها، اشتركوا بيها خلنا نوصل لاكثر عدد بهم من المشتركين. تحياتي لكم اخوكم ايمن، باي باي.